لقطات من أمامه مدفن فريد شوقي وعائلته. طبعا هنا كما ترون هذا هو مدفن فريد شوقي الفنان الكبير. هذا هو المدفن، تم دفن ابنته المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي في نفس المدفن. طبعا والدتها الفنانة المرحومة هدى سلطان، خالها الموسيقار الكبير محمد فوزي، أختها رانيا فريد شوقي، ابنتها ناهد السباعي، طبعا والدها تقريبا اسمه محمد السباعي على ما أعتقد، هو مخرج كبير. كان لديها ابن كبير وتوفي بعد زواجه من الفنانة سوسن بدر. وبعد سوسن بدر على ما أعتقد أنه تزوج داليا البحيري على ما أعتقد، ثم توفى. كما ترون طبعا هذا من أمام المدفن. هذه اللقطات، هذه مجموعة من الفنانين. طبعا لم تحضر بنتها الجنازة ناهد السباعي، وذلك بسبب أنها كانت في بيروت ولم تستطيع حجز الطائرة، ثم وصلت في نفس اليوم المساء طبعا بعد انتهاء الجنازة، وهذا سبب عدم حضورها، وليس كما قيل. كانت قريبة جدا من والدتها. طبعا رانيا فريد شوقي حسب ما تداولت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان في مشاكل بينها وبين أختها، طبعا الله أعلى وأعلم في هذا صحة هذه المعلومة إن كانت صحيحة أو لا. طبعا هنا مجموعة كبيرة في عزاؤها في الشيخ زايد. مجموعة كبيرة من فنانين، هذه بعض الصور. أتمنى من الجميع دعا لها بالرحمة والمغفرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. كما ترون هذه هي ناهد وابنها رحمة الله عليها. هذا طبعا هنا، لو هنا نرجع شوي، هذه هدى سلطان، هذه بعض اللقطات بعض الصور. طبعا هذه هي، هذه ناهد السباعي ابنتها، لم تتزوج، كانت كانت فضلت تبقى مع أمها رحمة الله عليها. كما ترون هذه رانيا فريد شوقي وأختها ناهد السباعي. كما ترون هنا في هذه الصور، طبعا هذا فريد شوقي وبناته. داليا البحيري، طبعا هذا الذي مع داليا البحيري هو ابن ناهد السباعي. هذه ناهد البحيري وزوجها. كما ترون نرجع هنا للوراء، هدى سلطان تكون والدتها، طبعا هنا المنتجة وابنتها ناهد السباعي. هي عائلة فنية، نادي السباعي ومرحومة. طبعا كما ترون في هذه الصورة الآن، هنا
فريد شوقي والعائلة رحمة الله عليه. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى منكم وضع اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.